كلنا بنعرف قديش العين حساسة وبحاجة أكيد دايماً للعناية والاهتمام منها، ولكن مع التغيرات الموسمية بنلاحظ تكثر المشاكل والأمراض والالتهابات يلي ممكن تصيب العين، ومن هي الأمراض يلي ممكن نحكي عنها اليوم التهاب الملتحمة التحسسي. ولكن اليوم نحن ما بنعرف نفرق إن كان هيدا الشيء تحسسي أو فيروسي، لأنه اليوم يمكن الأعراض رشا بتكون حكة احمرار، فلازم يمكن دايماً أي عارض أو أي مشكلة نتوجه دائما للطبيب. اكيد اليوم ضمن فقرتنا اليوم نحن رح نضوي عن هاي الفروقات بين الحالتين، كيف الشخص قادر يفرق بالحاله اللي عم بيعاني منها، شو هي اهم الاعراض واسبابها، ايضا يعني اسباب الحالتين وطرق العلاج واهم النصائح الوقائيه لليوم. معلومات جدا مهمه حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور احمد مصلي الاخصائي بامراض العين وجراحتها. يسعد صباحك يا حكيم. يا صباح الخير وكل عام وانتم بخير. بخير يا رب. اهلا وسهلا فيك دكتور. عم نحكي عن موضوع كثير مهم وشائع يمكن تحديدا بخلال هيدا الوقت من كل سنه. خلينا نوضح عن التهاب الملتحمه التحسسي، نحن شو نقصد اليوم فيه بشكل طبي؟ طبعا نحن لازم نعرف شو هي الملتحمه، لانه لما بنحكي التهاب ملتحمه تحسسي بالنسبه للشخص العادي يعني بيعتبر انه شو هذا الملتحمه؟ هو القسم الشفاف الخارجي اللي بيحيط العين، يعني هو القسم الشفاف اللي بيغلف العين، هو يعني ما له جزء من العين اللي بتشوف كذا بقدر ما هو من الملحقات، يعني جزء بيغطي العين. بقى هو اول جزء بيتعرض للعوامل الخارجيه، نحن فاتحين الاجفان وبالتالي مثله مثل الانف، مثل البلعوم، مثل الحلق، بيتعرض للهواء، بيتعرض للشيء اللي بيحمله الهواء، بيتعرض للروائح. هاي الملتحمه فيها اوعيه كثير وظيفتها حمايه العين. فهذا الجزء الشفاف الخارجي اللي بيحيط العين، اللي بيحيط القسم الابيض اللي بنشوفه من العين، اللي فيه اوعيه ناعمه دقيقه، لما بيتعرض لاي تخريش سواء التهاب تحسسي او فيروسي، النتيجه انه بصير لونه احمر، فالناس حافظه انه عيني محمره، يعني صحيح محمره من حدا او كذا، هي عيني محمره صحيح. من الجو يعني بتكون يعني هذا مصطلح بنستخدمه طبيا واجتماعيا، لانه بينفعل الواحد، فنفس الشيء بتحتقن الاوعيه فبتحمر عينه من موضوع معين. طيب خلينا نتوسع اكثر بالاعراض حكيم اليوم، كيف الشخص، شو هي اهم الاعراض اللي بتظهر على العين غير احمرار العين المجتمعي والصحي؟ نعم معك حق. هلا الصحي مبدئيا الاعراض الحساسيه يعني تتدرج من شغلات كثير بسيطه خفيفه، وبيكمل شلال التحسس هيك، كل ما زاد وكان قوي اكثر كل ما وصلنا لحالات شديده وحاده، وممكن تكون بصراحه بتؤدي لنتائج ما كويسه بنوب اذا ما تعالجت منيح. فالحالات الخفيفه هي الحاله اللي بتكون فيها ممكن حس الحرقه، يعني الحرقة ما بحس فيها في حرارة جوات العين، أو حس الحكة وهو الأشيع، الدماع لما العين تدمع يعني بصير في دماع يعني، وعنا موضوع الإحمرار اللي حكينا فيه. هدول الحالات الخفيفة الأربعة. هلأ أحيانا بيجي المريض عم يشكي من الأربعة، وأحيانا بيجي عم يشكي من واحدة منهم أو تنتين، يعني حرقة وحكة ودمع. نحن متعودين دائما واحد من هدول الأربعة هي حالة خفيفة. لما بينتقل المريض لحالة أشد هي حالة اللي بيصير فيها شوية مفرزات. نعم مفرزات هي صفة كمان عرض مهم، بيكون في مفرزات لونها أبيض مخاطي بصراحة، ما لها بهالاصفرار الشديد مثل التهابات الجرثومية. بفيق الصبح بيكون ملزقة تقريبا العين، العينتين طبعا، وبيكون في عنده مع المفرزات تلزيق شوي بالعين. فهالحالة هي اللي عم نحكي عليها هي وجود المفرزات، صرنا بمرحلة شوي متقدمة أو متوسطة خلينا نحكي. في عنا حالات أقوى من هيك بكتير، بيكون بقى صار في عندي أوعية عم تغزو القسم الشفاف الأمامي اللي هو القرنية، بيكون في لويحات هيك صارت مثل بقى عبيض صغير على أطراف البب الأسود. هي الحالة الشديدة اللي ممكن نحكي عنها بعد شوي، اللي هي مثل الرمد الربيعي مثلا. نعم تمام دكتور. خلينا نحكي عن موضوع التشخيص اليوم، التهاب الملتحمه التحسسي او ان كان الفيروسي نتيجه عدوى معينه، كيف ممكن اليوم نحن نفرق بيناتهم؟ شو هي الاعراض اللي ممكن ترافق كلا الموضوع؟ هلا معك حق كثير، هذا موضوع لانه كثير بيلتبسوا مع بعض، ولو علاجهم قريب لكن لازم نقدر نحن نميز. ليش؟ لانه التهاب تحسسي الدرجه الاولى غير معدي
هو شيء له علاقة بطبيعة الجسم والتربة التحسسية تبع الشخص، فهو ما بيعدي. يعني بإمكانك تختلطي مع الشخص اللي عنده التهاب تحسسي دون ما تخافي أنه مثلا تنتقل إليك المشكلة يعني. لكن عكس الالتهاب الفيروسي، الالتهاب الفيروسي مسؤول عنه فيروس اسمه الأدينو فيروس غالبا، والأدينو فيروس هذا يعني بصراحة كتير فريندلي، يعني بيحب ينط من شخص لشخص لشخص وبينتشر. مشان هيك في جزء منه بنسميه التهاب الملتحمة والقرنية الوبائي. يعني مثلا أيام المدرسة لما بيبلش الالتهاب الفيروسي الأطفال ما بيعرفوا أنه ما يلعبوا مع بعض ما كذا، بتلاقي مباشرة الصف نصه صفها بقى تماما عدوى. كيف بنفرق بين الاثنين؟ بشغلة يعني أول شغلة بسيطة جدا تماما، خلاف عن شدة الأعراض وهيك، إنه عادة الالتهاب الفيروسي يبلش بعين واحدة، يمسيب عين وبعد فترة بتنصاب العين الثانية بدرجة أخف. فعمليا عندك إصابة شديدة واضحة بعين واحدة حمراء عم تدمع، مفرزات كتير، أعراض صارخة، وممكن تترافق مع شغلات تانية بتساوي دفنة للتشخيص. يعني بصير أكيد إنه هذا التهاب فيروسي، منها ضخامة العقد اللمفاوية، بصير في هيك مثل وجع هون عند الفك أو تحت الفك أو قدام الإذن، هدول العقاد الموجودة بسبب إنه الانتان فيروسي بيساوي هالمشكلة. أما الالتهاب التحسس عادة بصير التنتين، يعني بتلاقي العينتين نفس الشدة نفس الإصابة، ما بتجي عين أقوى من عين، لأنه عمليا الشخص بالعينتين بتعرض للمؤرجات الخارجية وبالعينتين بيساوي نفس رد الفعل، لأنه نفس الشخص ونفس الشلال التحسسي عنده. طيب بعد ما فرقنا حكيم بالفرق، فرقنا بين الحالتين، اليوم هل ايضا في فروقات بين الاسباب؟ خلينا نتوسع اكثر بالاسباب اللي ممكن تؤدي لهي الحالات. تماما. هلا طبعا التربه التحسسيه، يعني انا بتحسس من هدول المواد، انت بتتحسسي من مواد ثانيه، كل شخص بتحسس من شيء معين بتعرض له بتلاقي مباشره متعود هو. مثلا في ناس مثلا بتتعرض لغبار الطلع، الجو، الغبرة بنسميها يعني أحيانا، في ناس تتعرض لبعض البهارات بتعرف حالها أنه بتلاقي فورا العيون بتبلش تشر وهيك، في ناس بعض أنواع الأكل مواد كيماوية التخريج، تسمع كتير أنه بتلاقي شخص عم يشطف بوحدة، عم تشطف بالكلور مو فارقة مع ما صار مع شيء، بتجيكي وحدة بتحط نقطة صغيرة هيك بتلاقي هيك عيونها ورموا وإشفانها صافي، عندها تورم بالإشفان وابدا منظر يعني كثير رائع، يعني بسبب بس انه عندها تربه تحسسيه جاهزه لانه ترتكس على هي الماده الكيماويه او حبوب الطلع او الطبخه المعينه او البخار المعين، يعني هذا شيء كثير دارج ووارد عندنا بالهي. بينما الانتان الفيروسي يعني غالبا هو حتما اصابه، يعني بده يكون شخص صادقي بينتقل من شخص لشخص من ناس لناس، يعني كونه هو نفس الفيروس بيساوي القريبة بصراحة. موضوع العطس العطاس، يعني بيجي شخص مثلا بلش مع القريبة بيعطس بوسط مغلق، باص بسيرفيس بصف، فعمليا هالرزاز بيطلع محمل بهالفيروس، ممكن يفوت بعين اي شخص ويتفاجأ بعد يوم او اثنين او ثلاثة ما بتذكر انه والله كان لانه فورا ببلش بده بياخد له كم يوم. التهاب الفيروس اكتر شيء بداية فيه، يعني من الاعراض المهمة بتلاقي بلش الدمع بعين واحدة مثل ما حكينا، بعد شوي بيقول لك حاسس مثل حبة رمل بالجفن الفوقاني، يعني اغلب اللي بيجوا بيراجعون انه في شيء فات بعيني، بيقول لك في شيء فات بعيني، لما بنفحص الاعراض بنقلب الجفن بنعرف ما في شيء، بنشوف الارتكاس بنعرف انه هذا صفى التهاب فيروسي، لانه هي يعني العلامه تبع في شيء فات بعيني موجوده بالتحسس الفيروسي، لكن بالفيروسي بشكل اشد، لانه بتبقى الارتكاس لجسم هاجم على العين اقوى بكثير ما يكون مجرد شلال تحسسي. تمام. طب خلينا نحكي عن نقطه شائعه كثير اللي هي فرك العيون او حك العيون. دائما خلال الربيع او الصيف بتكثر هي الحركه، وخصوصا اذا فينا نقول عند اطفالنا بيكون هي الحكه بتستمر يمكن لساعات وكثير بتكون مزعجه، وخصوصا احنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف في كثير تحذيرات عن الموضوع وفي كثير يمكن اثار سلبيه، خلينا نوضحها دكتور. هلا لا يعني بصراحه في شويه تهويل للموضوع، يعني هو رد الفعل الطبيعي، اي حدا بتحكه عينه بده يحكي. يعني شعرتي انه عينك والله فيها شيء بتفركيها، حسيتي في حرقه بتفركيها، يعني هذا رد الفعل الطبيعي. المشكله لما بيكون الموضوع يعني نحن بدنا نحدد بالضبط التحذيرات، هاي مشكله النت لما بيعطينا معلومات ان جنرال، يعني نحن
وكل واحد فسرها كيفه. صحيح. وكل واحد بحس انه والله انه هاي المعلومه لازم ما خلي الولد يحك عينه، بتلاقي الطفل صغير لسه ما حكته عين بتركض امه لا تحك عينه، قال هيك بكمك او بكمك او بكوعك او انت انا بحك لك او كميش محرم يحك لك. طيب هلا التهاب الفيروس الفيروسي اوكي، اذا كان شخص كبير بده يحاول ما يحك عينه لانه الطريقه الاشياء غير العطاس، اذا ما كان حدا معه اصابه بالعوم انه معي التهاب فيروسي، حكيت عيني سلمت عليكي حكيتي عينك ويلكم تو ذا، اهلا وسهلا بمرض الالتهاب الفيروسي للملتحمه. هذا اللي بيصير بصراحه بشكل شائع عن طريق المصافحه، عن طريق السلام، عن طريق حكي العين. انا بحك عيني بسلم عليك بتحكي عينك انتقل الموضوع. اوكي هذا مو اللي بيحكوا عليه على النت والفيس وكذا وهيك، يعني الشيء اللي بيحكوا عليه هو مرضى الرمد الربيعي عاده هو التهاب ملتحمه تحسسي مزمن وشديد، يعني حاله قويه كثير، كل هجمه بتجي بتعد لشهر ولدرجة انه بتبقى في حكة شديدة ومو قدران يفتح عيونه من ورم الاشفان. لما بيكون في حالة شديدة بيكون في ورم بالاشفان وبتحسي كأنه في حب رمل بالجفنين بشكل كتير كبير ومالك، وغالبا اطفال هنا، يعني دائما الرمد الربيعي اصابة اطفال، بس يكبر بعد سن البلوغ بصير اسمه التهاب فصلي تحسسي، شغلة اخف من الرمد الربيعي، بس عند الاطفال بتكون اعراض كتير صارخة. اذا بيقعد طول عمره يفرك عيونه، هاي النقطة اللي بدي اشير عليها، في لقوا في علاقة بين فرك العين وتطور مرض بالقرنية اسمه القرنية المخروطية. انت عم القرنية هي عبارة عن القسم الشفاف اللي بينقل الرؤية لجوات العين، اللي بينتقل من على حواف البؤبؤ اللي بنسميه احنا الببو، بصير ملتحمة، يعني هو بيكون قرنية بالامام، هو القسم الشفاف اللي بنشوف نحن من وراء اللون تبع القزحية، العيون البني والعيون الخضر والعيون فبيجي بعده الملتحمه، هي بتكون هي موصوله من هالدائره تبعه وبتكمل فوق البياض. هلا هذا القسم الشفاف الياف كولاجين، اذا ضل الطفل عم يفرك كثير في احتمال تصير رقيقه وتتطور عنا هي حاله القرنيه المخروطيه. هي الحاله بس اللي ممكن نكون خايفين موضوع فرك العين، وهي حاله قليله وحصرا بالناس اللي عندهم هالالتهاب التحسس المزمن، ما في داعي نخاف اذا الطفل معه تحسس حك عينه، هذا شيء طبيعي لانه حيطيب بعد اسبوع ماكسيمم وهذا ما بيأثر ابدا. الفيروسي هو بس موضوع العدوى. اكيد دكتور اليوم معلومات جدا مهمه ذكرتها حضرتك، ودائما نقول بالصحه والسلامه لجميع الناس، وبعض الحذر والوقاية افضل من الروح برحله أكيد. علاج طويله. شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. خليلي اياك شكرا أكيد. جزيلا شكرا لكم. اهلا وسهلا بالختام دكتور احمد موصلي اختصاصي بامراض العين وجراحتها، اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا شكرا.